احتفلت كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة برأس السنة الميلادية الجديدة بالترانيم والتراتيل، كما تزينت الكنيسة لاستقبال المواطنين وسط أجواء من السعادة والفرحة بين الحاضرين. الحقيقة يعني بتبقى فرصة حلوة في نهاية السنة إن احنا نختم السنة القديمة ونستلم سنة جديدة من إيد ربنا، سنة بنتمنى فيها للكنيسة وللعالم كله سلام وفرح ورجاء وحياة حلوة، السنة الجديدة تكون أحسن من القديمة. كل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بأكمله في سعادة وفي صحة، وسنة جديدة إن شاء الله تبتدي سنة 2024، ننهي سنة 2023 ونبتدي بداية جديدة، وبنقول لنبدأ بدءا حسنا. فرحانين ان احنا بنحتفل بالعيد ده في مصر كلها، تبقى فرحانه بيه حتى هو يوم اجازه مصر كلها. واحنا في الكنيسه بنحتفل طبعا، اي احتفال عندنا بيبقى بالصلاه وبنحضر قداس، فالنهارده ليله راس السنه كمان، فعندنا صلاه في الكنيسه نهوت عشان نستقبل السنه الجديده واحنا مع ربنا. اتمنى لبلدي مصر انها تبقى في سلام رغم كل الاحداث اللي حواليها من كل اتجاه. اتمنى ان الكنيسه برضو تبقى في سلام من جواها ومن براها، واحنا يعني في عصر يعني مختلف، في نهضه للكنيسه وفي سلام واهتمام بالكنيسه. اتمنى لكل الناس انها تعيش يعني في حب بينها وبين بعض، ويبقى في تعاملات حلوه مع بعض. اتمنى السنه الجديده تبقى سنه فيها خير وفيها سلام للناس كلها. اتمنى ان السنه الجديده تبقى سنه سهله للناس كلها، ما يبقاش فيها صعوبات في المعيشه، ما يبقاش فيها مشاكل في الحياه، ما يبقاش فيها مشاكل في التعاملات بيننا وبين الناس، يبقى المحبه هي الاساس في التعامل ما بين الناس وما بين بعض.